سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس بعمان الحفل السنوي الذي أقامته شبيبة القديس بطرس التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد القديس باسيليوس الكبير. إلى المزيد. تحت رعاية سيادة المطران خريستوفورس عطلة أقامت شبيبة القديس بطرس التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية حفلها السنوي بمناسبة رأس السنة الميلادية بحسب التقويم الشرقي وعيد القديس باسيليوس الكبير على مسرح فؤاد يغنم التابع للمدرسة الأرثوذكسية في منطقة الشميساني بعمان. ينتهي عام ويبدأ عام جديد يحمل معه خبرات أعوام مضت، ونحمل نحن آثارها المتراكمة كل عام، الإيجابية منها والسلبية، لتساهم في صقل شخصياتنا وتعمل فيها التغيير. شهد الاحتفال أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الشبيبة وذووهم، حيث تضمن عدة فقرات بدأت بباقات من التراتيل البيزنطية من أداء أفراد الشبيبة، وعرض فيلم قصير عن حياة القديس باسيليوس الكبير تضمن شرحا وافيا عن حياته الروحية باعتباره النموذج الأول للأسقف القديس في كنيسة المسيح، حيث كان معلما للمسكونة وقمرا للإيمان الأرثوذكسي وأبا للرهبان ومشرعا ومعيلا للفقراء، وعنايته بكل الذين وضعوا رجاءهم على الله، ومعزيا للمظنوكين وسندا للضعفاء ومؤدبا للملوك. ومن ثم ألقى سيادة المطران خريستوفورس محاضرة روحية قيمة عن عيد ختانة الرب يسوع المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير، وعن أهمية أن نعيش حياة روحية كآباء الكنيسة الأولين. بفكر رسالة اليوم من أولادنا لإلنا كلنا، لأنه كثيرين منسمع من البدع والهرطقات بتتكلم ليش تصلوا للميت؟ الميت خلص راح، ما في داعي نصلي له. أو شو هاد اللي بيصير في الكنيسة؟ إيش هاد الشمع والبخور والصلاة؟ هاي ما بتفدش، إيش تدوي شمعة؟ إيش تسوي القمح المسلوق؟ شو فايدته؟ كل هاد أبنائي حاولوا يفرغوا مضمون كل إشي، زي ما هي سمة عصرنا، إنه كل إشي ثمين عماله بفرغوا قيمته الحقيقية وبتفهوه، بيعملوا إشي شو يعني ما في منه هاد، باسم التحدث التقدم، هاد إشي رجعي قديم مش مهم، وهيك منفقد الجوهر الرئيسي، وعمالنا منتمسك في قشور، ونحن منفكر إن نحن واو المتقدمين والمتحدثين أبناء القرن 21. وفي ختام الحفل التأم سيادته مع الحضور حول كعكة البيتا بأجواء سادها الفرح والسرور. باحتفالنا لهاي السنة اللي لأول مرة عم بيرعاها كان سيدنا خريستوفورس كمطران، هو دايماً بيكون معانا، دايماً صلواته عم تحمينا وعم تشملنا، لكن لأول مرة اليوم وبركة كتير كبيرة لإلنا ولكل الشعب الأرثوذكسي ولكنيستنا الأرثوذكسية ومطرانيتنا في عمان، إنه هو يكون على رأس هاي الكنيسة، وإحنا بدورنا منضرع لابن المذود إنه يحميه ويكون معه ويعطيه البركة والصحة والسلام لخدمة الكنيسة. احتفالنا بهاي السنة كان بفكرة بسيطة جدا لفيلم قدمته الشبيبة باسم ياني المبارك، هذا ياني اللي استقبل القديس باسيليوس في بيته، اللي أخذ منه الزيارة بقلب بسيط. تعلمنا من هالفيلم ومن احتفال هاي السنة إنه إن شاء الله نكون كلياتنا أطفال بفكرنا وبضميرنا البسيط، حتى نقدر نستقبل رب يسوع في قلوبنا ينولد في كل يوم.
ومرة تانية كل الشكر لقناة نورسات اللي دائما عم تشملنا وعم تحملنا للعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.